الحين الدوري السعودي أصبح مختلف. أول نقطة مهمة جدا قاعدة تعيشها الأندية مسألة المدير الرياضي. المدير الرياضي متى ما أحسنت اختيار جودة المدير الرياضي بتنتفي لك سالفة تجيب لجنة وتجيب لاعبين قدامى مش عارف إيش واستشارات. إذا استطعت أنك أنت تجلب واحد عنده إمكانيات عالية جدا هذا اللي حيأسس لك للفريق. الدوري السعودي ما عاد فيه هيستوري أو ما عاد فيه مرجعية تقدر ترجع لها. اليوم تغيير شامل على مستوى التكتيك، على مستوى العناصر، على مستوى جميع المستويات، في تغيير كبير. إذا ما في مرجعية تقول لك لا أبغى واحد يعرف الدوري السعودي. التقنية وكذلك اليوم الإحصائيات الآن أصبح في مدربين خاصين أو فريق عمل معاه للإحصائيات للفيديو. هذا الشيء يحتاج مش بس سيفي. للأسف كثير من الأندية تعتمد على السيفي. السيفي مو كل شيء، السيفي حاجة، لكن الفكر التكتيكي اللي عند المدرب والطريقة اللي ينتهجها هل تناسبني ولا لا؟ ضيف عليها شخصية المدرب، وهذه نقطة مهمة جدا. طريقة تعامله، العامل النفسي، الأمور كيف يتخذها. تعامل مع النجوم اليوم، كل فريق فيه وهذا يا سلام عليك. وهذا اللي احنا قلناه مثلا مع قصص في الهلال، تتكلم عن تقريبا 17-16 لاعب دولي عنده. إدارة النجوم حاجة ما هي سهلة جدا، لذلك تحتاج مدرب عنده مواصفات. لذلك اليوم لما تجي تشوف مثلا لما نقول كاسترو، لما نقول نونو سانتوس لما جاء للاتحاد، هذول كلهم ما لهم معرفة في الدوري السعودي، ولكن إمكانياتهم عالية، بي سي في جيد، استطاعوا انهم ينجحون او على الاقل يبدون يحطون فريقهم في 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 مسار مختلف. اذا غير فكر ادارات الأندية بشكل صحيح وهم يقتنعون ان اللي قاعدين يصيرون فيه مسار خاطئ، جودة اختيار المدير الرياضي هي اللي حتساعد الأندية انها يكون عندها قاعدة انتهي من ابتدئ من انتهاء الاخرين. لليوم الادارات لما ترحل اللي موجودة اليوم بعد سنة بعد سنتين ثلاث حيكون في عمل مؤسس داخل الأندية مش زي السابق.